قسم الحان في المدرسة، ففي أنا سمعت إنه في الحان تحت المية، فحبيت إن أنا أشوف حاجة زي دي كده، حاجة يعني سمعت إن هي كويسة في المستقبل، مستقبلها كويس وكده، فاتجهت إن أنا أخد فرق غطس الأول عادية الأول من غير اللحان تحت المية، لأن قبليها لازم تاخدها، قبل اللحان تحت المية لازم تاخد فرق اللي هي اللي بيسموها السكوبا، دايفنج سكوبا. رحت اتجهت للكشافة البحرية، أخدت فرق غطس، أخدت النجمة الأولى وأخدت النجمة التانية. تاخد النجمه الثالثه، وبعد كده كنت هتجه للاكاديميه البحريه، كنت هاخد بقيه فرق الغطس اللي تحت الميه. كنت بمارس من كي جي 1 اللي كانت 6 ابتدائي، كنت بمارس السباحه في نادي الاهلي، في اكاديميه الاهلي، تمام. وبعد كده اتجهت يعني من فتره الاعدادي للثانوي اتجهت للمصارعه، وجات لي اصابه في كتفي، فدي اللي منعتني عن المصارعه، عملت عمليه في كتفي ودي اللي منعتني من المصارعه. انا سمعت عنه ورحت سالت عليه، انا يعني انا لوحدي كده رحت سالت، ساعت لنفسي رحت سالت هنا ورحت سالت هنا، قال لك في مركز في الكشافه البحريه وروح اسال عليه، ودي حاجه تبع وزاره الشباب والرياضه وحاجه يعني معتمده ومخفضه في السعر وكده، فاتجهت ورحت شفته وخدت على طول. كرسي بيبص على المؤشر، وحتى لو اتملى هناديه، لان هو اصلا لما بيتملى فوق ال 200 بار في حاجه عندها سيفتي، تلاقيه الهواء الزياده ده بيعمل لوحده بيطلع لوحده. فالمهم انا دخلت قعدت زي ما قلت لحضرتك، قعدت لقيت 60 بار، ف60 بار ده قدامي وقت، وصل ل 90 بار ده انا ما حسيتش بحاجه غير وانا ماشي بزحف على الارض، طبعا الدم والمنظر انا ما شفتش المنظر عامل ازاي. فجاء بعد 10 ايام من الحادثه وجاء هنا اعطاني يعني اعطاني مبلغ، يعني مبلغ ما يعملش اي حاجه في حضرتك، ومشى مش معاه في اي حاجه ولا مدير المركز كابتن نبيل الشاذلي، وكان معاه ابنه كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، وكان معاه واحد صديقهم تليجرام ما اعرفوش، كلهم قاعدين بيبصوا لي. كان في اللي هو صديقهم ده قال لي بص، كان جايبين لي صديقهم عاجز، كان عامل حادثه وكان عاجز، فكان جايبين قاعد جنبي هنا، قال لي بص انا ايه ويعني حبقى ايه وبسافر هولندا ومش بسافر هولندا، يعني هم جايبين لي واحد عاجز بيقول يعني بص هو عاجز وبيعمل ايه، فاهم؟ قعد يكلمني شويه عن يعني عن نفسي، وقال لي شد حيلك وقوم من نفسك، وكلمني حاجه، لكن كلمني في حاجه في مستقبلي او في حاجه في علاجي ما حدش كلمني فيها خالص. ما كنتش احب اقول ايه نوع المساعده اللي قدمناها، لان احنا قدمناها زي ما قلت لحضرتك من ناحيه انسانيه، ولكن ما دام هذا الكلام ذكر يبقى لازم اقول حضرتك قبل ما يخش غرفه عمليات طلعوا قالوا ان الدكتور طالب جهاز اسمه جهاز تثبيت الفخذ، واخبار حضرتك، وده الجهاز ده ب 2200 جنيه، وواضح ان ما كانش في حد معاه. فانا منزلي بيتي قريب من المستشفى، بعت احد الاشخاص اللي كانوا معانا المنزل جاب المبلغ، وسد حتى قلنا طب الجهاز ده نقدر نشتريه من منين يعني، قولوا لنا اسمه ايه ونشتريه، لان في محلات بتاعت ادوات طبيه جنب المستشفى. قالوا لا ده في شخص معين في المستشفى هو اللي بيجيبه. توجهت على طول مباشره الى المستشفى، وفضلت واقف معاهم وبصيت على حسين طبعا في هو في العنبر بتاع الاستقبال. بعد كده قالوا ان هو دخل غرفه عمليات، فضلت واقف معاهم لغايه لما طلع من العمليات. بشكر وزير ست الاستاذ خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه ان هو يعني صدر قرار امبارح بغلق المركز، وبوجه يعني كلامي للمسؤولين ان انا عايز اتعالج في احسن حاجه، مش عايز احس ان انا لما في المستقبل ان انا ابقى عاجز ولا ابقى حاجه، عايز اعيش حياتي، انا لسه شاب صغير، انا لسه كنت بكون حياتي وبكون نفسي، محدش جه لغايه دلوقتي من النيابه اخد اتكلم معايا خالص ولا حقق معايا ولا سالني في اي حاجه. محضر طبعا اتعمل في المستشفى، وسئلنا في المحضر ورحنا في سئلنا في قسم الشرطه حول هذه الواقعه، وقدمنا المستندات بتاعتنا اللي بتبين يعني صحه موقف مركز الغوص. مش اي حاجه سيادتك، الولا نايم على سرير والرجل الشمال دي عباره عن ان هي كف ايد مفتوح كده او حاجه مفتوحه كده اهوت، ما فيش عظم في النص ومتفرتكه نهائي، ومفيش قدم اساسا، ما كانش فيه ليه القصبه بتاعت رجله دي، واللي قدام ما كانتش موجوده، والرجل الثانيه مفتوحه كده ومترشقه من الجنب من عند الفخذ، قطعت رجله في عنبر الطوارئ جوه. حصل البتر ده الرجل الشمال اللي هي عنده مشكله فيها دلوقتي، لان فيها تلوث
وبيعاني مشكله جامده دلوقتي في رجله. الدكتور طلع دكتور احمد قاسم ربنا يكرمه يا رب، قال لي ابنك في حاله حرجه ومش مستحمل اي قرار. قلت له خير يا دكتور؟ قال لي الرجل الثانيه هنبتروها. انا بحمد ربنا على اللي ابني فيه عشان ده ابتلاء من ربنا وبامتحاننا، واحنا راضيين بقدره بس مش راضيين بالاهمال. هو هذه واقعة حصلت فعلا، ولكن كل ما هذه الوقائع دايما مش دايما يعني احيانا تحدث في كل الملاعب. الواقعة اللي حضرتك بتذكرها هنا عندنا يوم 19 صباحا، وانا كنت في منزلي، بلغوني ان في احد اسطوانات الغوص اللي موجود عندنا. وبرضه قبل ما نتكلم على الغوص، حضرتك مركز الغوص اللي موجود في الكشافه البحريه في اسكندريه يمكن هو المركز الوحيد اللي بيعلم غوص في اسكندريه من 40 من 30 سنه. خلال 30 سنه لم تحدث اي حادثه، سواء حادثه غوص في البحر او حادثه غوص من خلال العمل والتجهيز للغوص. هذه التانكات حضرتك المفروض انها بتحدث لها عمليات تفتيش وصيانه دوريه في شركات متخصصه، يعني مش احنا كمركز غوص اللي بنقول هذه الاسطوانه او هذه المعده صالحه للاستعمال ولا لا. القرار بعدم تشغيل مركز غوص تحين انتهاء الجهاز البحري. الحقيقه احنا هنا في كشافه بحريه، لان هذا المركز يعمل لخدمه الشباب على مستوى مصر كلها، واحنا لو قلنا من يوم ما اشتغلنا لغايه النهارده خرجنا ما لا يقل عن 5-6 آلاف متدرب. لم تحدث حادثه خلال ال 30 سنه اللي فاتت. المتوفر عندنا كل في وسائل الامان، وقلت لحضرتك الاختبارات اللازمه على التنكات، السيفتي اللي موجود على الكمبريسور اللي عشان يفصل عند ضغط معين، السيفتي نفسه اللي موجود على التانك نفسه اللي عند بيصنعوه، ان هو لو علي ضغط عن الضغط اللي المفروض يعني لا تزيد عنه او ممكن يحتمل منه خطر بعد كده، الطبه دي طبه الامان اللي موجوده في التانك نفسها ممكن تضرب ويطلع منها الهواء قبل ما يحصل انفجار. لما حصل انفجار ليه ده؟ واخد بال حضرتك احنا عندنا ثلاث امان، عاوز اقول حضرتك اختبار التانكات، الامان اللي موجود على الكمبريسور نفسه بحيث انه ما يشحنش اكتر من 200، الامان اللي موجود على التانك اللي هو مصنوع في الشركه اللي صنعها، ان هو المفروض ان هو يضرب قبل التانك ده. طيب كابتن نبيل، شايف الواقعه دي غريبه؟ غريبه فعلا. احنا لا نتخلى عن ولادنا من منطلق انساني وليس اكتر من كده، واخد بال حضرتك. وانا بقدر ان ده حد من ولادي لا قدر الله وحصل له مثل هذه الحادثه، فاحنا مش اذا طلبوا اي حاجه احنا مش هنتاخر ابدا. الحقيقه انا مندهش للتبريرات العجيبه والغريبه اللي انا بسمعها، 2200 جنيه و1200 جنيه وامور كتر خيرهم كتر الف خيرهم. راجل رجليه الاثنين اتقطعوا. معايا الاستاذ محمد اسكندراني لانه ده بناء على طلب الاستاذ امجد باظة، وعايز اوجه له بعض الاسئله. مساء الخير يا استاذ محمد. استاذ محمد مساء الخير. السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا استاذ احمد، وبمسى على حضرتك وعلى كل الناس اللي موجوده. بيمسوا عليك يا فندم. انا هسيب الحوار مع الاستاذ امجد لانه قال لي في اسئله عايز اقولها لك، اتفضل. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم استاذ امجد، مع حضرتك؟ الحمد لله تمام. والله يا محمد انا عرفت انك انت كنت الستاند باي دايفر اللي كنت نزلت تحاول تجيب علام ساعه ما اتزنق في البوابه تحت، تمام؟ تمام مظبوط. استاذنك يا محمد، انت خدت الخبر ازاي؟ ممكن تحكي لنا سريعا بس انت لبست عدتك في قد ايه ونزلت في قد ايه وشفت الوضع ازاي تحت وطلعت بس سريعا بعد اذنك؟ والله حضرتك بص سريعا عشان ما اطولش يعني على الناس اللي موجوده. هو انا كنت الستاند باي وكان علام شغال في نفس المكان اللي انا كنت موجود فيه، كنت انا ستاند باي سكوبا، كانت معداتي جاهزه جنبي. جالك لقيت المشرف الغطس قبطان خليل قال لي محمد في حاله مستعجله تحت وزميلك عنده حاله طوارئ. اخذت دوبك ظرف حوالي دقيقه ونزلت للراجل ان انا احاول ان انا انقذه، بس للاسف الرؤيه ما كانتش واضحه ان انا اوصل للغطاس. وعبال ما حاولت ان انا اعمل امكانيات ان اقدر اوصل للغطاس كانت رجلي هتروح في نفس المكان اللي الغطاس موجود فيه في البوابه.
حتى الزعانف بتاعتي راحت وكده، فما قدرتش انا اقدر اعمل حاجه، وطلبت من الناس مساعده ان هم يبعدوني عن المكان الخطر، وبلغتهم يا جماعه الراجل تحت تقريبا محشور في البوابه، احنا مش عارفين هل البوابه دي متر متر ونص هل يقدر يعدي ولا لا، يا جماعه افتحوا البوابه وحد ينزل للراجل من المكان الثاني يقدر يلحق. تمام. ده بس اللي كان الدور اللي انا اول ما سمعت ان في حاله نزلت على طول. تمام، يعني عايز تفهمني ان انت كنت قاعد ستاند باي او قاعد احتياطي باجهزه سكوبا، والراجل كان غطسان امداد من السطح. تمام كده؟ ممكن تقول لي بس كانت وسيله الاتصال بينك وبين السطح ازاي لما نزلت؟ هو الدبس كان قد ايه؟ العمق كان قد ايه؟ هو عامه العمق كان حوالي 2 متر 2 متر ونص. كان العمق قليل. بس مفيش اتصال بالسطح خالص بينك وبين السطح. لا بالنسبه للغطاس الستاند باي ما كانش فيه وسيله اتصال يعني. تمام، بعد اذنك بعد اذنك السوبرفايزر او المشرف الفوق اللي طلب منك النزول، هل هو معاه تيكت سوبرفايزر؟ هل معاه رخصه يعني مشرف غوص؟ لا هو حضرتك هو معاه دوله غطس من جنوب افريقيا. اشكرك اشكرك. كان هو المشرف معانا يعني. معهوش شهاده لكن معاه دوله غطس. تمام، طب يا ترى كان في غرفه ضغط قريبه منكم يا محمد؟ لا ما كانش في كومبريشن روم معانا. ما فيش. لا ما كانش في غرفه ضغط. ما فيش. شكرا جدا. شكرا يا محمد على كل المعلومات. اتفضل اتفضل يا استاذ محمد اتفضل. دقيقه واحده استاذ احمد. كويس حضرتك اتكلمت على الموضوع دوت، لان في غطاسين بالالاف في السوق تعبانين بسبب اليوميات، ولو يقول يا جماعه انا مش هقدر اشتغل يقول له مع السلامه اجيب غيرك برخص التراب ب 30 ب 40 جنيه. انت بتاخد كام يا محمد في الغطس؟ وينزل يشتغل ليل نهار. محمد نعم. انت بتاخد كام؟ انا كنت باخد الاول 25 دولار، باخد 100 جنيه. 100 جنيه في المره؟ اه. ما تقدرش تعمل اكتر من مره في اليوم مش كده؟ لا يعني بفضل شغال حسب العمق، انا بشتغل حسب العمق. بس زميلك توفى قدامك وانت كمان كنت هتموت. تمام كده. بس رجعت تغطس تاني. تمام رجعت اكمل دي شغلتي من دي الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى. بس استاذ احمد بس معلش، احنا برضو لينا غطاس توفى اسمه ابو طالب، وبرضو لحد دلوقتي حق الراجل ما جاش وضايع. لما تيجي تتكلم يا جماعه الراجل ده كان بياكل عيش وجع على نفسه يقول لك ديته عندي 2000 3000 جنيه 5000 جنيه، بقى انا بضحي في حياتي وبرضه بالقليل عشان مش لاقي شغل، وفي الاخر يبقى ديتي 3000 جنيه 4000 جنيه. شكرا محمد. مفيش اي حاجه. اشكرك محمد. معايا خالد مصطفى اللي كان جنب حسين اللي شفتوه دلوقتي وهو بيغرق بيموت. استاذ خالد مساء الخير. مساء النور يا فندم. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ الله يخليك. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. كابتن احمد تحياتي ليك وحضرتك الاول. اهلا بيك. انا طالب في الاكاديميه البحريه غطاس تجاري. ما شاء الله. انا كنت الناس اللي اتشرفت ان هي تدرس تحت ايد كابتن دكتور حسين الجبالي. نعم. كنا موجودين يا فندم بنجهز معداتنا عادي خالص. نعم. احنا اصلا انا ما اعرفش حسين. بنجهز معداتنا عادي. مره واحده كانوا هما بيجهزوا معداتهم، حسين دخل الاوضه عشان يغير هدومه مش عارف ولا عشان ايه، كان بيسالهم اغير فين او حاجه كده. دخل الاوضه يا فندم، مره واحده اكتشف يعني مره واحده سمعنا انفجار رهيب. انفجار لدرجه ان في ناس معانا، ناس معانا واقفه بره وقعت. خالد معلش، متخيل خالد انت سمعت الانفجار وانت فوق ولا كنت نزلت تحت؟ انا كنت واقف جنب الاوضه على طول يا فندم. واقف جنب الاوضه سمعت صوت انفجار. ارجوك واقف جنبها يا فندم. اتفضل. قريبين منها جدا. نعم اتفضل. ما يعني مره واحده لقينا الازاز بيتكسر، باب الاوضه دي بيقع. وشفنا منظر عمرنا في حياتنا شفناه قبل كده، ان واحد طالع من الاوضه بيصحى في الاقدي بس. طلعنا نجري عليه كلنا، كان في ناس كتير بتجري معاه. مرة واحدة الناس كلها شافت رجل حسين وهو بيسحبها يعني بجلد، بس كل الناس ما بقتش قادرة ان هي تكمل. طبعا مفيش اسعافات اولية. مفيش اسعافات اولية. مفيش في المركز يا فندم اسعافات اولية. اقسم بالله العلي العظيم ثلاثة كنت بدور على شاش وقطن ما كنتش لاقي. سحبت حسين من ايديه طلعته بره الاوضة. كان معايا كنت انا وواحد صاحبي تاني غطاس معايا وكباتن الاكاديميه البحريه اللي فصلوا الكهرباء عن نادي الكشافه. احنا اصلا مش تبع نادي الكشافه، احنا بس يا دوب بنأجر مكان يا فندم هناك نغطس فيه. مره واحده بقيت بربط لحسين الجرح على قد ما اقدر انا واحد صاحبي، وكان معانا كابتن تاني اسمه كابتن نيفين. بعد كده هو جت الاسعاف نقلناه على المستشفى. درجة الإهمال وصلت إن وأنا بربط لحسين الجرح كان كابتن مصطفى محسن كبير مدربين كابتن نبيل الشاذلي كان بيعدي جزمته من فوق دماغي.
نخش الاوضه يشوف فيه ايه ويصور. طلع لنا بمنتهى الهدوء والبساطه وبيقول دي اسطوانه انفجرت. عادي اسطوانه عادي انفجرت مفيش اي حاجه حصلت. الانسان اللي مرمي في الارض ما حدش فيهم فكر ان هو يجري عليه ولا يربطه بجرح ولا يعمل له اي حاجه. كل اللي كان همهم بس ان هم يخشوا الاوضه دي اسطوانه انفجرت. دخلوا جوه واحد تاني جاي يطلع علبه سجاير ويولعها وجاي مولع سيجاره ولا كاني في اي حاجه بتحصل ولا كاني في واحد مرمي على الارض. قعدنا نزعق وقعدنا نصرخ عشان يجي لنا اسعاف يجي لنا اي حاجه. في الاخر خالص ما قلوش طبعا على الاسعاف. الكلام اللي اتقال لحسين افندم في المستشفى اول لما فاق كان مدرب من المدربين اللي تحت ايديهم هناك. قال له دي صوره انفجرت على 90 بار حسين ها؟ انفجرت على 90 بار عشان حسين يقدر يقول هي انفجرت على 90 بار. لكن ما فيش اسطوانه في الدنيا كلها ممكن تنفجر على 90 بار يا فندم. قال لك ما بنستخدموش الحوض. قال لك ما بنستخدموش الحوض. عشان بقى في ستاندر نازل من الاتحاد المصري للغطاسين بيقول ان انا لما احط صواني الالومنيوم في ميه في حوض خرساني عشان الصواني لو حصل فيها اي حاجه تبقى في حوض خرساني ما يحصلش اي حاجه للبني ادم وهو بيشحنها. قال لك لا دي بتخليها تصدي. اللي بيخليها ننزل بيها في البحر يا فندم. ما بتصديش ليه في البحر؟ طيب انا بس انا قلت ان حضرتك كنت جنب الاخ اللي جبنا صورته بيغطس في اللي بيطفي. لا انت ما كنتش جنبه. دي برضه حادثه ثانيه. طيب اشكرك. استاذ كريم اشرف ايضا غطاس من السويس. اتفضل يا كريم. كريم استاذ كريم سامعني؟ استاذ اتفضل يا كريم. اتفضل مع حضرتك. اتفضل يا كريم مع حضرتك يا استاذ احمد. يلا انت كنت عايز تعقب على اللي بيحصل على اللي تسمعه وبتشوفه دلوقتي حضرتك يا استاذ احمد. اللي حصل ان خالد هناك كان كميه الاهمال يعني ما قلناش حضرتك ايه حصل. ان الاسطوانه انفجرت واحنا واقفين من جهه عدتنا سيرف السبلاي. وبعد كده ان المفروض الشحن يتشحن يتحط في حوض ميه على اساس ان لو انفجر لا قدر الله الحوض الميه بيسحب قوه انفجار الاسطوانه. فما حصلش كده. احنا هنا الاسطوانات محطوطه والحاجه محطوطه على الارض وهو دخل الولد والناس كلها اول ما استلمت الصور حتت كبيره من الاسطوانات بقت تطير في الهواء لدرجه انها خبطت في منصات وفي مكان في الكشافه وناس بتجري وناس بتصوت واصحابه وبتوع الاتحاد. طب انا الصوت بس مش كويس قوي يا كريم. انا بشكرك لانه كده الامور واضحه. انا متاسف عشان وقتي. استاذ محمد يسري انا عايز اخد منك كلمات اخيره للتوصيف وبسرعه ازاي نقدر نتلافى ده. اتفضل يا استاذ باشمهندس. هو سريعا طبعا مع احترامي الكابتن نبيل الشاذلي هو مفيش اسطوانه بتتشحن غير لما تتحط جوه حوض كويس لثلاث اسباب. اول سبب لازم الاسطوانه دي تتبرد عشان كل مره بتتشحن فيها من غير ما تتحط جوه ميه وهي بتتشحن بيزيد عليها الضغط مع زياده الحراره بتغير في البيهيفير بتغير في السلوك بتاع الالومنيوم ذات نفسه وده بيعرضها اللي هي تبوظ بسرعه. دي واحد. اثنين عشان لو انفجرت يبقى في حاجه حواليها تبدا تسحب القوه بتاعت الانفجاريه اللي بتحصل. ثالث حاجه الناس كلها فاهمه هو فاهم كويس جدا ان الضغط اللي بيتقرف في الاسطوانه وهي بتتشحن بعد ما تتشال الاسطوانه بعد ما يتفضل بعد ما يتشال منها الكمبريسور او الضاغط وتتساب شويه الضغط ده كله بينزل تاني. يعني لو هو هيشحنها على 200 بار من غير ميه واتشالت من الشحن هيبص تلاقيها وصلت لغايه 170 بار وده بيغير خالص في الغطسه اللي هتنزل. نعم كويس. هو لو حطها على ظهره ونزل بيها في الميه الساقعه هيلاقي الاريو الانديكيتور او الجيج بتاعه هينزل معاه. نعم. فده غير مقبول بالمره. كويس. المفروض زي ما هو الاسطوانات بيتعمل لها تيست عند واحد بره بيتعمل لها تيست عند الراجل اللي واقف جوه. نعم. اللي هو في حاجه اسمها فيجوال في نظري تيست بيتعمل بالنظر. نعم. على الاسطوانه هل الاسطوانه دي تصلح من وجهه نظري؟ لا ما ممكن اجيب شهاده والاسطوانه اصلا بايظه. ده صحيح. وقدام عينيا بايظه. نعم. انزلها عشان هي ليها شهاده. نعم. العداد اللي كان اللي محطوط في سكه الشحن هل دي اللي شهاده ولا لا؟ المفروض يتحقق في الكلام ده. تمام. شهاده العداد، شهاده للضغط ذات نفسه، شهاده للسيفتي فولف اللي هو بيتحط اللي هو بيضرب مع زياده الضغط اللي هو في الضغط ذات نفسه، هل دي الاشاده ولا لا؟ كل الكلام ده يتحقق فيه. الطبه اللي هي محطوطه ما تقنعنيش، الطبه دي فعلا الطبه دي بتبقى نحاس رقيقه جدا كويس بتضرب قبل ما اي حاجه تحصل تضرب. الطبه دي حاجه من الاثنين، هو مقفلها ومغيرها وحاطط حاجه بلوك علشان ما تضربش كل شويه وتوجع له دماغه. كويس. يا اما هي بقى في حاجه مش مظبوطه فهي دي ادت للاسطوانه. ازاي ما فيش اسعافات اوليه وازاي ما فيش موس عافي يكون موجود في السايت بتاع الغطس؟ مفيش حاجه اسمها كده. لازم يكون في شنطه اسعافات اوليه. شنطه اسعافات اوليه دي دكتور حسام يعرف اللي هي لازم تكون مجهزه بطريقه معينه. بلس لازم يكون في واحد معتمد اخد اسعافات دور اسعافات اوليه يكون موجود. نعم كويس.
دي الحادثه بتاعت بتاع انا عشان وقتي بس استاذ امجد كلمه اخيره اتفضل. والله الكلمه الاخيره بالنسبه لي ان انا بطلب بقى من الغواصين دلوقتي التكاتف والتجمع ونبتدي بقى نقوم النقابه بتاعتنا ونبتدي نشد حيلنا ان شاء الله عشان نوقف من المهاز اللي بتحصل دي. احب اقول لحضرتك كده تلخيص سريع يا كابتن شوبير، احنا قومنا اللجنه دي اللجنه الاداريه دي بالجهود الذاتيه تماما بالامكانيات بتاعتنا الضعيفه. لا. بس يعني ان شاء الله ان شاء الله شايف انا الروح اللي موجوده دلوقتي وشايف دلوقتي ان في لازم يكون ده الوقت اللي نقدر نجمع فيه اكبر دايفرز ممكنين، وان شاء الله في الفتره اللي جايه. احنا كنا متعطلين بس بسبب طبعا التغيرات اللي حصلت في البلد من دستور لوزارات انتقاليه لرئاسيه، فكلنا واقفين تماما. بس ان شاء الله هتستقر وان شاء الله للامام، وان شاء الله احنا عملنا شويه لقاءات واجتماعات فاتت قريبه جدا. وان شاء الله هنغير الشكل العام اللي هم كانوا واخدين فكره عنه. وان شاء الله مستنيين بس الدعم من الحاجات اللي بنطلب منها ان هي تساعدنا وما تحولش تبقى الدنيا بيروقراطيه معانا. يعني اشكرك دكتور حسام. اللي انا برجوه ان يبقى ما فيش يبقى عدم اللامبالاه بالنسبه للغطاس، بالنسبه للشركات، بالنسبه للمقاولين. الغطاس لانه غلبان هو عاوز يشتغل، فهو عامله زي البيضه ولا الكتكوت، هو عاوز يشتغل عند شركه، الشركه عايزه خبره، هو ما عندوش خبره فهيرضى باي ثمن. وانا بطلب دايما من الغطاسين ان هو لازم يتاكد تماما من السيفتي، من الامان بتاعه. الحاجه الثانيه اللامبالاه اللي بتحصل مثلا زي ما امجد قال على حكايه شحن الغرف. انك انت لازم تشحن الغرفه في 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 مكان مظبوط ومكان صحيح. رجاء شديد من الشركات انها تتاكد تماما من السيفتي والامان بالنسبه للمعدات وبالنسبه للغطاس وبالنسبه للمشرفين الغطس. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام الجبالي، بشكرك شكرا جزيلا دكتور امجد باظة، بشكرك شكرا جزيلا المهندس محمد يسري. وعلى فكره قال لي الغطاس اللي بياخد 30 40 و50 جنيه هناك 150 و200 و300 دولار كمان موجودين في الشركات الموازيه. مش هقفل الملف، هيفضل مفتوح. برجو من النيابه انها تتحرك بسرعه، برجو من الشركات انها تدي تعويض، واللي عايز يرد اهلا وسهلا بيه. عندنا اخر حاله هنعرضها في تقرير وفاصل، واستقبل ناقدنا الكبير استاذ محمود معروف. وقعه حصلت يوم 11/8/2013، كانت حاله غطس، كنا شغالين غطس تحت المايه، كنا بنقطع الحام تحت المايه، فحصلت فقاعه في كتفي اليمين. فالمفروض انا بطلع من المايه بخش حاجه اسمها غرفه معادله الضغط تاني وبينزلني على عمق. انا اتجهت اليوم دوت القوات البحريه كانت فيها غرفه ضغط بس كان لسه اجازات، رحت مستشفى اسمها مستشفى غبور في الازاريطه في اسكندريه. دخلت الغرفه كان في واحد فني موجود، انا ما كنتش اعرف ان هو فني، هو معروف ان هو دكتور. فدخلت حكيت له اللي حصل بالنسبه لي ولازم احكي له. دخلني الغرفه، المفروض ان انا اخش الغرفه دي اقعد 6 ساعات على عمق اكتر من العمق اللي انا كنت عليه، لان انا كنت على عمق 40 متر. المفروض هو بيزود العمق عشان يبدا يعمل معايا محطات ويطلعني سليم مفيش اي حاجه. هو دخلني على العمق 10 متر ولمده الزمن ساعه. فطلعت من الغرفه وقعت، ادت لشلل نصف من الدرجه الثانيه بالنسبه لي. خدوني زمايلي ودوني على البحريه، كان هو ساب لي الكارت بتاع دكتور اسمه الدكتور عماد فتحي قطب. اتصلوا بيه زمايلي قاموا قال لهم حصلوني على البحريه. فوجئت بعد كده ان الدكتور دوت عميد في القوات البحريه، الدكتور في طب الاعماق، عمل معايا اللي المفروض كان يتعمل في الغرفه، بس كان طبعا الوقت فات ودراعي اللي خف، اما الجزء بتاع من اول صدري نهوت لحد تحت كان شلل نصف من الدرجه الثانيه، وده اللي هم قالوه في التقرير الطبي بتاعهم. دخلت المستشفى عمل لي اشعه رسم قلب وعمل لي رسم على المخ، وبعد كده دخلني على الغرفه مع طب الاعماق. دخلت الغرفه ضغطني على اكتر من 40 متر، مده الزمن 6 ساعات. ده بيتسمى جدول 6000 في الطبي، اسمه جدول 6000. الضغط في ابر بتتحط هنا اهوت علشان تنشط الدوره الدمويه، يبدا الفقاعه دي
تتظبط وتشوف الاتجاه بتاعها فين عشان يدوبها. فكان الوقت فات ما دابتش لان هي كان الفقاعة فكت من كتفي وراحت على مركز العصب في المخ والنخاع الشوكي. الدكتور حسام الجبالي ده دكتور طب اعماق، هو دوت اللي انا رحت له فطلب مني ان انا احكي له القصة من بداية الغطسة الاولانية لنهاية الغطسة وايه اللي حسيت بيه بالظبط. قلت له حصل ان انا نزلت المية الساعة كذا وعملت قد كده زي وقت زمني، طلعت عملت غطسة تانية، طلعت عملت غطسة تالتة، كل الاوقات الزمنية دي حكيتها له بالظبط المظبوط. فقال لي ان الشريف ان الخطأ بتاعك مش من الغطسة، الخطأ ان انت خدت الفقاعة في كتفك، كانت مفروض يخش فيها الغرفة على طول مباشر يتضغط على 6 ألف. هناخد جدول مظبوط، يبقى 28 يوم وانزل المية، هو ده الصح في الجدول. قررت محضر في سين 3 نيابات، وحاليا القضية ماشية في سيرها، واتعرضت على الطب الشرعي، فالطب الشرعي طلب تقرير طبي من الدكتور المعالج شخصيا. فقلت له ان انا الدكتور اللي انا شاكيه هو اللي انت طالب منه التقرير الطبي. فقال لي مفيش مشكله ان هو يطلب ان انا اطلب الكلام ده، يكتب اللي هو عمله مظبوط. طب ايه اللي خلى الراجل دوت مازال لحد دلوقتي بيعاني من ان هو الحركه بتاعته ضعيفه، ان العصب بتاعه مفيش تحكم لا في البول ولا في البروس. رجعت للنيابه العسكريه ودخلت الرئيس النيابه العسكريه العقيد الشريف سمير وطلبت منه ان انا هاخد حقي ولا لا. قلت له يا فندم انا هاخد حقي ولا لا. قعدت معاه وراجل محترم جدا في منتهى الاخلاق، حكيت له اللي حصل معايا بالظبط. امر سين 3 نيابات ان هي تستدعي العميد او تشوف ايه اللي مؤخر الموضوع كده. فعلا تاني يوم على طول بعت الاشاره بيهم وجاوا واستدعوه وقال الكلمتين بتوعه انا ما اعرفش ايه هم موجودين في المحضر. فرحت له بعد كده وداني هو قال لي انا هحولك طب شرعي علشان تبقى العمليه منفصلة عن العسكرية. الطب الشرعي ده مدني وده عسكري، فأنا هدخلك في المدني علشان يبقى فيه إيه؟ فيه فيصل بينك وبينه. قدمت في الشؤون الاجتماعية، طلعوا لي مرتب شهري، يعني ده اللي بتقدر عليه الحكومة إن هي بتعمله. رحت كوميسيون طبي تبع مستشفى النقراشي تبع اللي هم الخدمة الوحدة الخدمة الاجتماعية. فطلعوا لي مرتب بس مرتب صغير جدا، زائد النقابه برضه يعني كده ايه، لان النقابه ما فيش حد بيساعدها، النقابه بتاعت المغتسلين ما فيش حد بيساعدها، هي بتاخد اجور رمزيه، الاجور الرمزيه اللي هي ايه اللي ان احنا بنشترك، الاشتراك ده هم اللي بيقدروا يساعدوا بيه لو في حاله غطس عاصله مثلا فيها كده، بيبدا يساعده يجيب له دواء يجيب له العلاج بتاعه، لان العلاج بتاعنا كل 15 يوم 215 جنيه او 220 جنيه، المفروض ان انا ببقى فيه سوبرفايزر راجل فاهم. شغل المقاولين النهارده عايز ياخد شغلانه يخلصها ويمشي، بيدي الغطاس الاجر بتاعه وهو بياخد الباقي. اجره كام الغطاس؟ الاجر الغطاس 50 جنيه النهارده في الشركات. والمقاول بياخد كام؟ المقاول بياخد كتير، لان هي النهارده بيعمل مثلا $250 على كل غطاس. 3/4 الشركات اللي موجوده المفروض الغطاس بيطلع بيخش الغرفه، الغرفه بتبقى مجاوره او على المركب او على السبلاي اللي احنا بنشتغل عليه، لكن بتبقى محطوطه صوره لكن هي بايظه. نرجو من الشركات اللي هي بتكون فلوس كتير على قفا راجل بينزل على صحته على عافيته على بيته على حياته، وفي الاخر ما بيلاقيش العائد المادي اللي هو يكفيه. بنقول له يا كابتن احمد يا ريت حضرتك فتحت ملف، الملف ده فيه ناس كتير قوي غافله عنه، وهو كان مستضيف برضه زميل كان تحدى انه هينزل زمن عمق اكبر، وهينزل هينزل 336 متر تقريبا، وكنا اتفرجنا على الحلقه دي وقد ايه الراجل ده عمل تحدي كويس. بس حضرتك نرجع للمشكله الاساسيه بتاعتنا، بنقول للكابتن احمد شوبير يا ريت حضرتك يعني الملف ده ادام فتحته يا ريت ما تقفلش غير لما يبقى فيه حل، لان احنا مش بنعرض حاله والناس تتفرج عليها ويصعبوا عليه، او لو حد عايز يتبرع هيتبرع والموضوع ينتهي على كده. لا يا فندم، الموضوع دوت مفتوح، في شباب كتير مش لاقيه تشتغل ومش عارفه تشتغل ايه، فبتتجه مش ماسكه صنعه يعني ملوش صنعه، يتخرج مثلا من كليه ملوش صنعه، فيتجه ليه يقول مثلا ابسط حاجه عايز ابقى كويس، بيسمع ان مهنه الغطس دي مهنه كويسه، مهنه الغطس دي اللي بيشتغل فيها طبعا اي حد هتقول له غطس بيقول لك بسم الله ما شاء الله الريت بتاعك ده حاجه جامده وبتشتغل بالساعه.
الناس كلها معاها حق في الكلام اللي هي بتقوله، لكن مع الاسف الشديد مش ده اللي بيحصل. احنا فندم اصحاب تاني اخطر مهنه على مستوى العالم كله مهنه الغطس، لان مهنه الغطس كلها مخاطر، بدايه من وانت بترتدي العده اللي انت بتنزل بيها لحد لما تطلع من الشغلانه اللي انت بتنفذها تحت. وزعناها على حالته ان الراجل اكل مصدر لقمه عيشه اتقطع. مش بس كده، هو الراجل قاعد في البيت ما بيشتغلش، مش بس كده، ده كمان سايبه اصابه وقرعاها مستديمه معاه، فحرام. طب مقابل الكلام ده ايه؟